السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مكون الإملاء القمرية والشمسية. إذا بداية سوف أشرح المفهوم. إذا هذه علامة تتكون من حرفين، ما هما؟ إذا ألف ولام، إذا الألف ولام مفهوم. ولكن حرف لام يكتب على السطر، أي فوق الخط البارز أو الواضح. تحدثنا عن الخط البارز أو الواضح، يكتب هكذا لام مفهوم. إذا لاحظوا معي، إذا القمر، لاحظوا معي الشمس، إذا القمر الشمس. إذن عندما أقول القمر، إذن اللام هنا تنطق أم لا تنطق؟ نعم تنطق. إذن فإن اللام هنا تلفظ أو تنطق، أتلفظ بها، أقول القمر. لاحظوا معي، حرف اللام أتلفظ به مفهوم. ولكن عندما أقول الشمس، لن الشمس، هل اللام هنا أتلفظ به؟ هل أنطقه هنا الشمس؟ إذن هنا لا أنطق حرف لام مفهوم؟ إذن هنا لا أنطق حرف اللام. إذن ما المميزات الشمسية والقمرية؟ هناك حروف تميز الشمسية عن القمرية. إذن سوف نتحدث عن حروف القمرية، وهي إذن لدينا ألف، باء، جيم، حاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، ميم، هاء، واو، ياء. نأخذ على سبيل المثال ألف. الأب، إذن هنا لاحظوا معي، حرف اللام يوجد فوقه ماذا؟ يوجد فوقه سكون، الأب مفهوم. إذن القمرية هي عكس الشمسية مفهوم. الأب، جيم مثلا الجمل، عين مثلا العين، لاحظوا معي العين، ياء مثلا اليد، إلى غير ذلك من الكلمات التي تتضمن هذه الحروف مفهوم. إذن نمر إلى حروف الشمسية، وهي لدينا التاء،
لدينا ثاء، لدينا دال، لدينا الذال، لدينا الراء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ضاء، نون، لام. نأخذ على سبيل المثال تاء، التو، تو، لاحظوا معي تو، تو. ماذا يوجد لدينا هنا؟ لدينا هنا تضعيف، مفهوم؟ زاي مثلا الزرافة، سين السماء، السماء. مباشرة إذا كان الحرف الذي يلي الشمسية أو القمرية، أرى الحرف الذي يليهما، إذا كان فوقه تضعيف أكتبه بالشمسية، إذا كان فوقه ليست فوقه تضعيف أكتبه بالقمرية. العين، إذن هنا غياب تضعيف، أكتب السكون، إذن غياب تضعيف. إذن لاحظوا معي، إذا كانت لدينا مثلا جملة في البداية أكتب القمرية هكذا بداية الكلام، وفي وسط الكلام أكتب القمرية على هذا الشكل. أما الشمسية في بداية الكلام أكتبها على هذا الشكل، وفي وسط الكلام أكتبها على هذا الشكل. ما الفرق بين الشمسية والقمرية؟ هذه الحروف هي التي تميز الشمسية على القمرية، والفرق بينهما أن القمرية يوجد فيها هنا، يوجد هنا سكون، والشمسية لا توجد فوق اللام سكون. إذا السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا، لماذا سميت القمرية بالقمرية والشمسية بالشمسية؟ لكي تقرب لك المعنى، لذلك سميت بالمثال الشمسية الشمس، القمرية القمرية القمر عفوا. ولكن للتمييز بين الشمسية والقمرية فهذا الدرس هو سهل جدا، يتطلب فقط تركيز. فهذا هو الفرق بين القمرية والشمسية، يمكن أن يتعرفها الذي يتقن اللغة العربية بدون أن يعرف هذه الحروف التي ذكرتها، لأن نطقها السليم يرشدك مباشرة إلى كتابتها، هل هي الشمسية أم القمرية. إذن نمر إلى التمارين. إذن السؤال الأول، صنف الكلمات الآتية إلى الشمسية والقمرية. دل لدينا الشمس، القمر، الطيور، الأم، القلم، النزهة، الكتاب. دل لدينا كلمات بها الشمسية، كلمات بها القمرية. إذا كانت الشمس تصنف ضمن الكلمات التي بها الشمسية أكتبها هنا، إذا كانت تصنف ضمن الكلمات التي بها القمرية أكتبها هنا، وكذلك الأمر بالنسبة للكلمات الموالية. نمر إلى السؤال رقم 2، أكتب ال أو ال مكان النقط، حديقة، تاجر، سائق، صديق، منزل. إذا كانت حديقة تكتب بالقمرية أكتبها هنا، إذا كانت تكتب بالشمسية أكتبها هنا، كذلك الأمر بالنسبة جميع الكلمات، أكتب الشمسية أو القمرية مكان النقط. فهذا الدرس درس سهل جدا، يتطلب فقط تركيز.